طيب احنا اخيرا وصلنا للجزء بتاع الريزلتس في البيبر، وده جزء مفهوش شرح كتير، وده اللي كل الناس بتبقى حابه انها تقراه عشان تعرف في النهايه اجابه السؤال بتاع البيبر دي كان ايه. فالريزلت سيكشن اللي هقوله فيه بس ان هو بيبقى مرتب ترتيب محدد جدا. اول حاجه فيه بتكون دايما وصف للمجموعه من المرضى اللي احنا اشتغلنا عليهم، اللي هو ما يعرف باسم الديموغرافيك كاركترستكس، ودي بتبقى بس هدفها اللي هي انها تدي لك صوره عن الابليكابيلتي اوف ذا داتا. هل هتاخد المعلومات دي وتطبقها على كل المرضى من كل الانواع، ولا العينين دول كانوا يفرقوا؟ فده مهم انك تعرفه. فده اولا. بعد كده بتبتدي تتكلم عن ايه هي المين اوتكمز اللي انت لقيتها في البيبر، اللي هي السؤال الاساسي الموست امبورتنت فايندينج. ده اول ما تبدا بشرحه وتوصف بالظبط ايه النتائج اللي لقيتها. ثم بعد ذلك تنتقل الى الحاجات الاقل اهميه اللي هي السكندري اوتكم ميجرز، سواء لقيتها وكانت بوزيتيف فايندينجز او لقيت negative findings، يعني لقيت حاجات تثبت عكس النظرية اللي كانت عندك أو قبل ما تعمل البحث. الجزء ده مهم جدا، لأن في ناس كتير لما بتيجي تعمل بحث معين بتكون مثلا عندها اعتقاد إن الدواء الفلاني هيعالج المرض الفلاني، ويجوا يشتغلوا في الستادي يكتشفوا في الآخر إن الدواء ما عالجش ولا حاجة، أو يكتشف إن الجهاز مثلا الدياجنوستيك تيست اللي كان بيستخدمه ما طلع فاشل، فبالتالي بيحبط فيقول لك ايه ده، انا خلاص كده مش هنعرف ننشر البحث ده، كده مفيش ولا جورنال هيقبله وبتاع. لا عادي، ده حاجه مهمه جدا جدا. دي بيسموها نيجاتيف ستادي او نيجاتيف فايندينج، ودي مشهوره قوي. زي كلنا عارفين التجارب اللي عملها توماس اديسون عشان خاطر يخترع المصباح الكهربائي، لما قال لك ان هو جرب 9999 تجربه ما عملتش المصباح الكهربائي. لو انت في مكانه مماثله وبتشتغل على ستاديز كده، انت المفروض تنشر 9999 بيبر بتقول انه الطريقه الفلانيه ما اشتغلتش. دي صحيح اسمها نيجاتيف ستادي، صحيح مش بتسيل لعاب الجورنالز ولا بتثير انتباه ناس كتير، لكن هتثير انتباه عدد كافي من الناس اللي كانوا هيعملوا نفس الفكره بتاعتك، وانت وفرت عليهم كونك نشرت حاجه زي كده، وفرت عليهم انهم يعملوا نفس المجهود تاني. فده كان ملاحظه على جنب على النيجاتيف ستاديز دي، ان عاده بتكون سكندري اوتكم ميجرز لما تيجي تدور عليها. وبعدين لكل ريزلت هتقولها، كل جمله من الجمل اللي في الريزلت لازم يكون في ميثود اتشرحت انت جبتها منين. يعني ما تقولش ولقينا على الجانب كده انه العيانين كان عندهم بين اقل. طب وانت اصلا كنت قست البين؟ انت ما قلتلناش ان انت دورت على البين. فلازم تخلي بالك دايما وانت بتقرا انك تلاحظ الكاتب اي الريزلت الفلانيه هل مدعومه بميثود ولا هو سربها كده وحطها من دماغه. لازم يكون في ريفرنس لكل شيء. افتكر دايما دي كلمه انا طول عمري بقولها، كل شيء له سبب وكل حاجه وليها معنى. لازم دي يكون لها سبب. هنا هتلاقي في مثالين على results section. اول جزء فيها اللي هو demographic data، دي من papers انا كاتبها. فلو جه حضرتك تبص هتلاقي هنا بدايه شرح اللي ايه هم العيانين اللي اشتغلنا عليهم. دول 30 عيان، او سوري 30 عين، 21 عيان، 6 منهم كانوا men، فطبعا الباقي كانوا women with geographic atrophy. دخلناهم دي المين والستاند ديفيشن بتاع اعمارهم، كان متوسط اعمارهم 83 سنه زائد او ناقص 6 سنين ونص، وده الرينج، اصغر واحد 70 سنه، اكبر واحد 93 سنه. البيست كوركتد فيجوال اكيوتي اللي هي حده الابصار بتاعتهم كانت من نص زائد نص زائد او ناقص 0.3، ده على اللوج مار سكيل. طبعا كلكم عارفين اللي هو 6 على 6 والكلام ده، يعني ده طريقة تانية للتحويل اسمها اللوجمار، علشان بس نقدر ان احنا نعملها حسابيا بدل ما تبقى نسبة زي دي. فده كان متوسط الفيجن بتاعتهم، وقلنا ان 21 اي كان فيهم فوفيال سبيرنج، يعني الاتروفي مش موجود في الفوفيا، الفوفيا محمية. اوكي، ليه السطر ده مهم؟ علشان خاطر حتة الابليكابيليتي دي، لان في كتير هيبصوا على البيبر يقول لك طب انت العينين دول بقى اللي عندهم اتروفي، مش يمكن كان عندهم الاتروفي موجود في الفوفيا فبالتالي الفيجن بتاعتهم تبقى قليل؟ فانا بسد عليه الباب ده وبقول له لا، ده في منهم 21 عين ما كانوش اصلا الفوفيا فيهم متأثر، عشان تقدر انت برضه توزن البيبر مقارنه بالمرضى بتوعك. برضه دي بيبر ثانيه، هنا كنا بنتكلم عن جهاز اسمه الاو سي تي انجيوجرافي او الاوبتيكال كوهيرنس توموجرافي انجيوجرافي. 124 عيان اشتغلنا عليهم، منهم 62 healthy و 68 patient diabetic. ولما جينا عملنا screening لقينا ان 59 عين من الهيلثي دول
كانوا متقسمين كالتالي: 21 منهم في جروب 1 و24 في جروب 2 وهكذا في جروب 3. احنا طبعا كنا قايلين جروب 1 ده ايه و2 ده ايه و3 ده ايه في الميثودز، ادي حته بقى ان ادي هي الريزلت مكتوبه بس لازم نقول هي كانت ايه اصلا في الميثود. وبعدين هنا المتوسط عمرهم كان كذا كذا، وادي كان منهم في ميل كان منهم ميل. الناس الدايابيتك كان في منهم 118 واحد. في النهايه هم دول اللي دخلناهم في الفاينل اناليسس، ده معناه ان احنا عملنا اكسكلوجن لبعض هؤلاء المرضى طبقا للكريتيريا اللي كنا حاطينها علشان خاطر ننتقي افضل مرضى لهذه الدراسه. وبعدين هنا هتلاقي انه with 35 eyes in the WDR group with 30 eyes in the MNDPR group و 27 in the SNDPR group and 26 in the PDR group. ال PDR اللي هي proliferative diabetic retinopathy، دي درجات مختلفة من السيفيريتي بتاعة تأثير الدايابيتس على الريتنا. وكل participants were Asians، لأن طبعا في اختلافات بتبقى موجودة في العرق أو حسب أنت جيناتك جاية منين. في أمراض بتكون أشهر في الأفريكانز versus الكوكيجين versus الأيجينز وهكذا، فلازم نحدد إحنا المرضى بتوعنا كانوا إيه علشان نكون واضحين. طيب بعض النقاط بقى سريعة علشان تبقى اتضحت الصورة كاملة بالنسبة للresults section. أول حاجة إنه لازم في الresults section تكون كاتب الrelevant results only، مش بنكتب كل تفصيلة وكل معلومة تافهة في الresults، احنا بنكتب بس ما يفيد إجابة السؤال بتاع البيبر. فده مهم قوي، لأن طبعا أنت لما هتيجي تشوف الresults، وهفرق لك دلوقتي إيه الفرق بين الresults والداتا والحاجات دي، سيادتك بيكون طالع عندك معلومات كتيرة جدا وأرقام كتيرة جدا، وممكن تلاقي نفسك لو هتقعد بقى تكتب كل سطر هيبقى عندك جداول كبيرة ومليانة كلام ومعلومات. لا، انت بس حاول ان انت دايما تكون guided وتحط بس الحاجات المهمة. كتير من الناس اللي بتيجي تكتب research، وممكن حضراتكم تلاحظوا كده لما كتبتوا تقروا، هتلاقي انه في ساعات result section تلاقي كبير قوي، مستغرب ليه فيه هو ايه معزرق وكل الحاجات دي ولاقيها. بس هي مش كلها حاجات مفيدة، مش كلها حاجات مهمة، ده علم لا ينفع يعني. فبالتالي الباحثين دايما بيحسوا بالنقص لما يكتب result section ويلاقي صغير كده مش عاجبه فما يقتنعش. لا، هو المفروض يكون صغير، المفروض ما يكونش فيه كلام كتير، المفروض يكون موجه into the point and focused. فيعني حتى لو مناش relevance we have to يعني keep in mind that it should be focused. اوكي طيب، فده اول حاجة. تاني حاجة، results included they should be included whether or not they support your hypothesis. وقلنا الكلام ده، انت ممكن في تكون عندك هايبوثيسز معينه انه الابروتش الفلاني هيحسن السيرجيكال اوتكم، او الانجل الفلانيه دي هتحسن الايمجينج بتاع البيشنت، او انك لو اديت الدواء الفلاني بجرعه مختلفه ده هيحسن التريتمنت ويقلل الكومبليكيشنز. كل دي اسمها هايبوثيسز، ان انت نظريتك او تتوقع ان الموضوع هيمشي ازاي. ممكن الداتا تكذبك وتقول لا نظريتك ما كانتش صح، رايك كان غلط، which is fine. لازم تقول الكلام ده، ما ينفعش تخبي الريزلتس اللي بتطلع شكلك وحش، لازم تقولها. طبعا كان اسمكم هتقول يا عم ده اكيد يعني الكلام ده يعني اكيد اي حد متعلم مش هيعمل كده وبتاع. من موقعي كواحد ريفيور لاكثر من 14 جورنال من الجورنالز الكبيره في جراحه دقيقه زي جراحه العيون، انا بقول لك بيجي لي ابحاث من NIH نفسه ومن اكبر مراكز عيون في العالم، وبلاقي الناس وهي بتكتب ساعات يفوتوا يخبوا يحاولوا ان هم يعني يقول لك طب هنكتب كذا ومش هنقول الحته الفلانيه. يعني انت كريفيور هتاخد بالك وهتلاحظ الحته دي وهتبقى فاهم كويس قوي ان هو بيخبي حاجه عشان خاطر بس يحاول يسبورت هيز اون كونكلوجن او هيز اون هايبوثيسز. ساعات دي مش لازم معنى كده ان الناس مش محترمه، بس هي مساله ممكن تكون سب كونشس، فاحيانا يعني الواحد بيعمل كده وهو بيكتب من غير ما ياخد باله. فانت وظيفتك كمراجع ان انت تنبههم انه خلوا بالكم انتوا ما قلتوش اللي حصل في الحته دي، فلازم تقولوا لنا عشان يبقى واضح لينا، ومحدش بقى يقعد يفكر بقى انت شكلك وحش ولا انت شكلك حلو. لا، هي بس مجرد ان احنا نحط الحقيقه على الترابيزه. ثالث حاجه، ودي نقطه مهمه قوي وبيقع فيها ناس كتير قوي 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 قوي، هي مساله findings only with no comparison to the literature and no references. خلي بالك احنا بنتكلم في الريزلتس سيكشن، ما بنتكلمش في الدسكشن. لو احنا بنتكلم في الدسكشن كنت قلت لك اعمل لي مقارنات مع الناس التانية وكلمني عن الفرق ما بين اللي لقيته واللي فلان لقاه والكلام ده، لكن في الريزلتس انت بتكون متجرد تماما من كل شيء، بتبقى واحد زي عامل زي تكنيشن الشغلانه كذا تعملها بالطريقه الفلانيه، تفكرش. هو ده بالظبط اللي هنا بيحصل في الريزلتس، مفروض فقط تكتب النتائج اللي لقيتها، معناها ايه، تفسيرها ايه، الفائدة من ورائها واستخداماتها وتطبيقاتها المستقبلية ايه،
مش هنا بتتكتب، دي بتتكتب في الديسكشن. اوكي، ولذلك ما ينفعش تقعد تقول لي مثلا وهنا ده مش عارف يختلف عن اللي لقى فلان الفلاني ريفرنس رقم كذا إيه؟ لا، ما فيش الكلام ده. انت ما ينفعش خالص ان انت تتكلم، بس ترص اللي لقيته مجردا. فدي كده findings only المفروض تتحط. طيب ايه الفرق بقى ما بين كلمة results وكلمة data؟ دي يعني مهمة قوي. data يعني facts، حقائق. يعني ايه facts او حقائق؟ يعني بالضبط الحاجة اللي حصلت بالارقام، والنتيجة بتاعت التجربة كانت انه التركيز بتاع مثلا الانترفيرون اللي لقيناه في الخلايا كان 51.9. دي اسمها ايه؟ دي اسمها data، ان انت دي كده facts numbers. خلاص، امال الريزلتس اللي هي ايه؟ الريزلتس اللي هي ان انت تقول لي والله التركيز بتاع الانترفيرنس في الخلايا اللي لقيناها كان اكتر من التركيز اللي لقيناه في الكنترول سيلز. فاخد بالك، فالريزلتس بيكون فيها نوع من المقارنه، او بيكون فيها تلخيص، او بيكون فيها انتربريتيشن للداتا. وهدي لك مثال دلوقتي عشان تفهم بالظبط معنى الكلمه دي. طيب الحاجه الثانيه انه الداتا ممكن تكون راع، ممكن تكون summarized، ممكن تكون transformed. ايه الفرق بين الثلاثي المرح ده؟ الداتا لو هي raw ده عادة بتكون زي ما هي، انا بقول الرقم كما هو. الرقم مثلا بتاع تركيز الـ blood glucose level اللي كان موجود عند patients كان 122. لو هو summarized هقول لك انه المين and standard deviation بتاع patients blood glucose level concentrations كان 122 زائد او ناقص 30. اوكي، لو هو بقى transformed يبقى هيبقى مثلا زي اني اقول لك ان ال blood glucose level concentration بتاع ال patients كان 20% higher than the controls. خدت بالك من الفرق؟ فالراو هو ان انا اقول لك انه العيانين بتوعي كان 20 عيان. بص في الجدول هتلاقي العيان نمره 1 تركيز البلاد شوجر بتاعه كان 125، العيان رقم 2 كان البلاد شوجر بتاعه 135، العيان رقم 3 كان البلاد شوجر بتاعه 155. ده اسمه ايه؟ ده اسمه راو داتا. ان انا بقى ايه، برص لك الداتا زي ما هي كده، تتفرج عليها كما هي. لو انا عايز اخليها سامرايزد يبقى انا هقول لك المين والستاندرد ديفيشن بتاع الناس دي كلها اللي هو مجموعهم على عددهم، قول مثلا تقريبا حوالي ايه 130 زائد او ناقص 15. فده كده الايه، المين او الافريج مع الستاندرد ديفيشن. لو انا عايز اخليها ترانسفورمد يبقى انا هقول لك والله ده الناس دي العيانين كانوا البلد شوجر ليفل بتاعهم 20% higher in patients than controls. خدت بالك؟ فده ده اسمه ايه؟ اسمه ترانسفورمد. فدي ثلاث وسائل ان الريزلت سيكشن ممكن يتكلم ازاي عن الداتا بتاعته. لكن هو لو بيتكلم بقى بيقول فدي داتا، لو بيتكلم عن الريزلتس فساعتها بقى هيقول لك ايه المسج من ورا الكلام ده، ايه المعنى اللي احنا استفدناه من هذا الكلام. طبعا المعنى هيختلف على حسب هو بيكتب البيبر عشان يسال ايه اصلا او يجاوب على ايه. اوكي، طيب يبقى دي كده انواع الداتا. الحاجه الاخيره هي بقى الريزلت سكشن، هو ده بقى المكان اللي بتلاقي فيه التيبلز والفيجرز، الجداول والرسومات. والفيجرز طبعا ممكن تكون يا اما رسمه يا اما تشارت، رسم بياني. فطبعا ليه احنا بنحط تيبلز وبنحط فيجرز ولما نيجي نقراهم ليه بيبقوا حاطينهم الاوثرز؟ عشان خاطر اقدر ان انا افهم بسهوله الريزلتس اللي هو حطها من غير ما تبقى مكتوبه في كلام ورغي كتير. وهنتكلم عن التيبلز والفيجرز ازاي ان احنا ممكن نلقط منهم المعاني المختلفه بعد كده. اوكي، فده كده الريزلتس سيكشن. هنا بقى انا هوري حضرتك مثال يعني على حاجه اعمق شويه. انا قلت لك ان الداتا في منها انواع، يا اما راع يا اما سمرايزد يا اما ترانسفورمد. طيب هما الناس بقى في لما تيجي تكتب في البيبر بتكتبها ازاي؟ ممكن تكتبها باي نوع من الثلاثه، لكن المفروض ان هو لما يجي يكتب سواء كتبها راع ولا سمرايزد ولا ترانسفورمد ان هو يكتب ريزلت مش مجرد داتا. ولما يكتب ريزلت يعني الريزلت هنا مش مجرد ان هو يذكرها، ده بيبقى اجمل واجمل كمان لو هو ذكرها وذكر معناها او ذكر قيمتها القياسيه. يعني كل ده عشان خاطر يقرب الصوره اكتر للقارئ. يعني ايه الكلام ده؟ يعني مثلا بص على المثال اللي انا هوضحه لحضرتك هنا ده. هنا هي دي نفس الجمله على فكره اللي بالاحمر ده، هي نفس الحقيقه ونفس الريزلت اللي الكاتب لقاها. لكن احنا هنقول بقى هو يعني كتبها ازاي هنا. خلي بالك ده هنا دي اسوأ طريقه،
خلاص دي طريقة كويسة ودي أحسن طريقة. خلاص طيب أسوأ طريقة اللي هي إيه؟ إن هو يكتب data okay وما يقولش results alright يعني ما يقولش message. فبالتالي يقول مثلا in the 20 control subjects the mean resting blood pressure كان 85 plus minus 5 و in comparison في 30 tennis player the mean blood pressure كان 94. يعني هو كان عامل study مقسم الناس 2 groups ناس control وناس بيلعبوا تنس وقال لك blood pressure هنا كذا وهنا كذا وسكت وسايب لنا بقى ان انا ايه افهم وميز ان دي اعلى من دي ويا ترى دي اعلى من دي significantly ولا مجرد ان هي اعلى بس مش significantly فرق بسيط. انا كده مش عارف انا كقارئ مش قادر اميز. فعشان كده دي اسوأ طريقة خالص في الكتاب. الطريقة الاحسن منها اللي هو انك تقول ديتا بس توضح الريزلت بتاعتك تديني المسج تفهمني المعنى. فبالتالي هنا هتلاقي كاتب the mean resting blood pressure was higher في التنس بلايرز عن الكنترول سبجكتس وهنا دول كانوا اهو 94 زائد ناقص 3 versus 85 زائد ناقص 5 وحاطط ال p value اللي هي نسبة السيجنيفيكانس او بمعنى ادق نسبة اللي هي نسبة الخطأ ان هو قد ايه احتمالية ان تكون الريزلتس دي ناتجة عن الصدفة. فطبعا النسبة قليلة فمعنى كده ان دي مش صدفة معنى كده ان الفرق ده فرق سيجنيفيكانت بمعنى كده انه الريزلت دي فعلا قوية وان البلد بريشر فعلا فرق وجيه فرق كبير. فده كده هو اداني الريزلت اداني المسج غير لما كان يقول لي بس ده دي كانت كذا ودي كانت كذا وسايبني. لا وهنا فهمهاني واثبتها لي كمان. بس برضه دي مش الافضل على الاطلاق. الافضل على الاطلاق هي التالتة دي ان انت قلت لي الريزلت صحيح بس كمان اديتني الماجنيتيود بتاعها القيمة قياسيا يعني على المسطرة تطلع قد ايه دي. اهو هنا بيقول لك انه دي كانت 10% higher in the 30 tennis player than the 20 control subjects. يعني مش بس انت قلت لي 94 و85 والبي فاليو مش عارف ايه لا ده انت كمان قلت لي هنا علشان اقدر ان انا اتخيل دي جنب دي الفرق عامل قد ايه فبالتالي اقدر اني اميز وابريشيت الريزلتس بتاعت هذه الاستادي. اوكي فده كده ازاي البيبر لما هتيجي تقراها عشان برضو تميز الكاتب المتعلم عن الكاتب الهاوي او الشبه العالم يعني زي ما كنت قلت قبل كده.